السلام عليكم عائلتنا الزوينة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيناكم فيديو جديد ونهار جديد وحاجة جديدة. المهم خوتي كيما شتو آية صبحات بخير وعلى خير. البارح ما درناش لكم فيديو، كانت مريضة عاوتاني البارح يومين وهي مريضة ناعسة في فراش اخوتي. فوبيا عندها من السبيطار، باغي نديها قالت لك لا صافي غنبرا. فبقيت معاها حتى قلت لها عرفتي شنو، قلت لها غادي نديك غادي نقلبوك يشوفوا شنو عندك، شنو هاد الاضرار، حيت ما كاينش كتحس بهم ملي كانت مع نور، ملي كانت كتحامله بنور ما كاينش كتحس بهاد الاضرار هادو اللي حاسه بهم دابا حاليا اخوتي. فتعذبات بزاف بزاف بزاف، والحمد لله اليوم عاد فاقت بخير وعلى خير. وكنا كنا الوجع مره ولكن ماشي بحال البارح. والبارح كانت عاوتاني ما نعساتش، راه اليوم عاد فاقت دابا، تخيلوا معايا دابا الخمسة ديال العشيه عاد فاقت هي. فقلت لها يلا نمشيو نديك اننا نشوفو شنو عندك في الجنين، يعني واش بخير وعلى خير الجنين، ما موقعه حتى شي حاجه. قلت لي واخا ملي بغينا نمشيو اخوتي لقينا ان الخمسه العشيه هذه، وملي مشينا صونينا لشي ناس حيت حنا كاينين في عين عتيق، قلنا غنمشيو حتى لتمارا نقدروا ما نلقوهمش، يقدروا يكونوا سادين. صونينا لشي ثلاثه النوامر اخوتي، فلقيناهم حتى وحده فيهم ما جاوبتنا. فقلت الايه غدا ان شاء الله على بركه الله غيكون السبت غدا، قلت لها غادي نديك ان شاء الله وغنمشيو وغنشوفوا الجنين كي داير، واش بخير وعلى خير، واش انت عندك شي اضرار على ود الجنين، واش بزاف الحوايج. فقالت لي صافي هادشي اللي كاين. المهم قولي لهم ايوا الاضرار اللي كتحسي بهم. السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش كتعاودوا؟ المهم انا دابا كنحس براسي بخير، ولكن بعض المرات تشدني بحال النغزه في كرشي، كنحس بحال شي حاجه كتنغزني، وما عرفتش انا هادشي مناش. عمرني حسيت بحال هكا فاش كنت حامله بنور، على الاقل فاش كنت حامله بنور كنت كنكون فاشله وما قداش نوض، ولكن ما في الوجع لا والو. ودابا فاشله وما قداش نوض، ورجلي ضاريني وظهري ضارني مقسوم عليا، بحال شادني شي واحد عطاني شي قتله ديال الله، بحال هكا كنحس. سلاك سلاك اخوتي، والله الا سلاك، قسم بالله الا سلاك وصافي. عرفتي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. والعين اخوتي شنو العين، تاهي راه بزاف بنادم فما كيشوفك ما كيقولش تبارك الله ولا يقول الايه الله يسهل عليك اختي الله يفاجئ عليك ولا لا والو، كيقول اش تولدتي استحملتي زدتي عملتي لا هادي لا ما يمكنش لا. تقوا الله باش نتوما ربي يعطيكم وليدات، تقوا الله. غيكون هذيك الهضره هي اللي ضربت لي انا بحال رزاق الله رزاق الله اخوتي. راه اي واحد واي وحده راه كتمنى انها يكون عندها وليدات وبزاف الحوايج، وربي الا كتب شي حاجه راه مكتبه، ربي الا مكتب شي حاجه راه مكتبه. وحنا راه ما كنكذبوش عليكم، هي حامله راه حامله، راه حامله، وكنقولها لكم كنعاود نقولها لكم. وغدا ان شاء الله عاوتاني الدليل غيكون ديال اننا هي نور كتشوفوا فيها، اجي قربي بها هنايا باش يجي الشميشه تبان الشميشه ديالها. نار اش كاين نار، اش كاين اداك عداك، ديري لهم ارى لا هذيك مخده توقف عليها، وقف على المخيدة. ها هي المخيدة، ها هي، اوبلا نور اوبلا نور، ها انت يا نور، ها احلى يا نور، شوف يا نور ها هنا نور اخوتي، فرحانة بخوها ولا اختها اللي غيجوا في الطريق، ما عرفنا واش دري ولا درية. قولوا لنا كاملين نتوما اخوتي، قولوا لنا نتوما كاملين في الكومونتيرات شكون غيكون، واش بنت ولا ولد. يا الله انا وايا كنتسناوكم تقولوا لنا واش غيكون ولد ولا بنت، انا مازال ما عارفينش واش ولد ولا بنت، حتى على 4 شهور عاد كتعرف الجنين ديالك، كتعرفوا على 10 على 4 شهور عاد كتعرف الجنين. فحنا انا وايا كنقولوا تقريبا حنا ما عارفينش، كنقولوا ولد، ولا كانت بنت مرحبا بها، كان ولد مرحبا بها، هادشي اللي كاين. نور اش كاين؟ ها؟ اجي خوك ولا اختك في الطريق؟ بس بوسيني، يلا بوسيني قدام المشاهدين، بوسيني، لا بوسيني نور بوسيني. نور كتبوس اخوتي، كتبوس نور. شنو تقولي لهم انت يا آية؟ شكرا للناس اللي سولوا فيا والناس اللي صيفطوا لي ميساجات وضيفين، انتوما كنبغيكم كما انتوما كتبغوني، ميرسي لكم كاملين الخوت واحد بواحد،
شكرا لكم كاملين واحد بواحد ووحده بوحده وكنبغيكم. مزيان بحال هكا مزيان. انت دابا مخرجين الشر مخرجين التليفون كنصوروا لكم في الشرجم الخوت كنصوروا لكم في الشرجم. بالنسبه شنو تقول للناس على ود غدا؟ غدا ترقبوا المفاجاه. غدا كلنا غادي نشوفوا الخنفوسات الجديده ولا الخنفوس نسمع الدقات ديال القلب عاوتاني ونشوفو صغور عاوتاني. فرحانة فرحانة بالشمس وفرحانة بالسرعة. شكي كيبان وجهها كتبان غليظة طبوزة كتبان طيبزة خوتي راه ماشي غليظة حتى للدرجة كتبان طبوزية كتبان طبوزية خوتي راه بنتي ضعيف كيبانو حناكة كيبانو طبيز كيبانو حناكة خوتي غلاض وهي راه مسكينة ضعيفة رقية وقيل كيبانو غلاض تما شداش تعصب. المهم تهلاو في راسكم اخوتي المهم تشوفونا غدا فيديو تحيات